من النقاط من بينها كل ما له علاقة بالتحول التنظيمي الذي يعيشه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وبدون شك أن التحول سيفتح آفاق جديدة، من بينها كل ما له علاقة بترسيخ التنظيم على المستوى القطاعي، على المستوى الوطني، على المستوى الجهوي. ولا بد أن نذكر بأن رغم الشروط المتوفرة جدا من طرف الحكومة الحالية، فتعيش أحيانا نوع من القلق، نوع من الارتجال، نوع من الارتباك، وهذا ما يجعلنا نتساءل إلى أين سيتم كل ما له علاقة بهذه الحكومة. وبدون شك أننا سنطلع في الأسابيع المقبلة إن شاء الله على مجموعة من المستجدات، بدون شك أننا سنحاول رصدها بطبيعة الحال وتمييزها حتى نحقق بعض الآفاق بالنسبة للمستقبل القريب إن شاء الله.